ازاي بيحصل التحول ممكن نتيجة رحلة آلام، آلام هائلة ممكن تحول الإنسان، ممكن لقاء مع كتاب، ممكن علاقة بإنسان، ممكن حدث، ممكن استنارة داخلية أو حالة إشراقية تجيلك من جوه، إلهام باطني. بالنسبة لي أنا ده كله حصل. أنا عارف السؤال اللي أنتوا عاوزين تسألوه دلوقتي، يعني عاوزين تقولوا طيب أنت بعد ما هذا المشوار اللي عملته في الدين وأصبحت دلوقتي تفكيرك ديني من أوله لآخره، أنا مثلا أقدر أقول حكايتي الشخصية في الموضوع ده. من 30 سنة قبل ما يكون لي أي اهتمامات بالدين بالمرة، وكان كل تفكيري يميها تفكير علمي مادي، وكنت مبتعد عن الدين، وكنت اهتماماتي مختلفة تماما، فيميها حصلت الحكاية الغريبة دي. أنا يميها كان من عادتي أني أسهر بالليل لساعة متأخرة وأنام، وبعدين أصحى متأخر، فيوميها التليفون رن بدري، فبشيل السماعة فأقول ألو وأنا بتاوب، بصيت لقيت اللي على الطرف الآخر هو المرحوم جلال العشري الناقد المعروف، يقول لي الله أنت نايم؟ لا أنا متأسف أنا صحيتك خلاص أنا هكلمك ثاني. قلت له يا أخي ما خلاص صحيتني ما تكلمني. قال لي لا لا خلاص بقى معلش أنا متأسف، وراح حط السماعة، وأنا حطيت السماعة ونمت فورا بعد ما وضعت السماعة. وحلمت بالآتي، حلمت إني بشوف الله يرحمه جلال العشري ماشي في شارع سليمان باشا، ومعاه الزميل شوقي عبد الحكيم، وده كان زميل في مجلة صباح الخير وأحد كتابها أياميها، والاثنين قاعدين يتكلموا كلام جد قوي، إنجليزي كده ونقد ومش عارف إيه وكتب وحاجات بالشكل ده. المهم صحيت زي العادة متأخر، وبعدين أول حاجة بدأت التليفون لمرحوم جلال العشري، قلت له يا أخي تصور أن أنا حلمت بيك. فقال لي إيه؟ حلمت بيه إزاي؟ قلت له شفتك ماشي في شارع سليمان باشا مع شوقي عبد الحكيم وبتتكلموا في كذا كذا وشارك. بصيت لقيته على الطرف الآخر يعني هتقع من إيده السماعة. قال لي إزاي؟ مش ممكن، ده حصل ده بالظبط في نفس اللحظة دي. أنا كنت ماشي مع شوقي عبد الحكيم وكنا بنتكلم ونقول الكلام اللي أنت بتقوله ده، مش ممكن. أنا بقى طبعا اللي جالي ذهول أكتر، وفعلا وقعت السماعة من إيدي، وابتدت عندي دوامة من إعادة النظر في كل شيء. معنى كده إن أنا شفت من غير عينين وسمعت من غير أذن. طب إزاي حصل؟ أنا يميها ما كانتش اهتماماتي دينية أبدا، فكان اهتماماتي كلها بالكتير بقى مسائل زي الفلسفي واليوجا، وأعرف إن الفلسفي واليوجا بالذات تناولت هذه الموضوعات، فعكفت على كتب الفلسفي وقريت الموضوع، فقال لك ده اسمه الجلاء البصري أو كلير فويانس، والجلاء السمعي أو كلير أودينس، وإن فيه ممكن تمرينات ورياضات تقوي هذه الموهبة. عظيم. أنا ما اكتفتش بالكتب ورحت للسفير الهندي يميها كان اسمه أتاتانت، وكلمته في الموضوع وقال لي على تمرين اسمه شوريا نمشكر، علمني التمرين ده وكده، ونصحني بكتب عن المديتيشن والكونسنتريشن، وإن الكتب ممكن ألاقيها في لندن. فسافرت لندن ورحت المكتبة دي، مكتبة قديمة جدا فيها كتب عتيقة خالص تراب مغطيها وكده، وقعدنا ندور لغاية ما لقيت الكتب، كنت مبسوط جدا. وبعدين بقول للبياع ايه رأيك في الكتب دي، كان راجل انجليزي كده يعني دمه خفيف، قال لي بيني وبينك الكتب دي كلها كلام فارغ ما تسواش 3 مليم، انا مش عارف انت دفعت فيها الثمن ده ازاي، ولا الناس بيجوا من اخر الدنيا يشتروا الدشت الفارغ ده ازاي. النهاية هذه الكتب كانت في المديتيشن والكونسنتريشن وفي تقوية امثال هذه المواهب، نفذتها كلها بالحرف، والنتيجة صفر وفشل كامل، ولم استطع اني استعيد هذه التجربة بالمرة او اني اقوي هذه الموهبة، وما تكررتش. فيعني انا اشك في امكانية ان الانسان بالارادة يقدر يخضع هذه الظواهر لامره بحيث انها تيجي على مزاجه. ممكن يفتح دكان بخت وبتاعه وشركة تنبؤات، ده كلام فارغ، ده هو ده الجانب البكش في الموضوع، لكن كون انها ظواهر بتحصل، بتحصل، هذه الظواهر لا علاقة لها بالمرة
بانهم يقولوا على فلان عنده شفافيه، فلان ده صالح، فلان ده متدين، فلان مؤمن، فلان مش مكشوف عنه الحجاب، كل ده كبكش. دي بتحصل لكل الناس، وهي ده نوع من الرزق اللي ربنا يبعثه لكل خلق الله، ما يعني من كل الناس من كل الملل، وناس بلا مله، وكمثال الفرعون اللي القران حكى عنه واللي حلم بمستقبل مصر لمده 7 سنين. طيب ايه حكمه هذه الظواهر؟ ان ربنا بيوارب الباب للبعض وانه بيفوت معلومه من حين لاخر. الحكمه واضحه، هي رحمه من رحمات ربنا ولطف من الطافه، ان هو يعني يحاول يستدرك بعض الناس بلطف الى بهذه الاسرار الغيبيه، وبيقربهم لحاجات كانوا بيستعجبوا لها. يعني يقول لك انت مستعجب مثلا ينزل الملك وانه يوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم، طب اهو، طب ما احنا قلنا لك معلومه اهي وصلحت طلعت لقيتها مظبوطه. بيقرب ربنا، ده نوع من اللطف الالهي، بيحس ان هو يفوت معلومه الانسان مبتعد فيقربه. او بشكل اخر احيانا بتكون ابتلاءات وفتن، واحيانا او دائما هي اقامه للحجه. ربنا بيقيم حجته على جميع الناس، عشان يوم القيامة لما واحد يقول ولاش عرفني انا معقول حاجبت كتب، لما ربنا يفكره باليوم ده لما وريتك بنفسي كذا كذا كذا. فهو ربنا بيقيم حجته على كل الناس، او هو يستدرج البعض منهم والمبتعد الى يعني القرب، والى اعادة التفكير، والى اعادة النظر. او هي احيانا بتبقى ابتلاءات وفتن تؤدي الى ان الشخص يتصور انه بقى شيخ ويضرب قبة ويبتدي يسترزق من الحكاية، يقول لك أشوف الحجاب ومش عارف أكشف الحجاب والحجاب. طبعا أنا عارف السؤال اللي أنتوا عاوزين تسألوه دلوقتي، يعني عاوزين تقولوا طيب أنت بعد ما هذا المشوار اللي عملته في الدين وأصبحت دلوقتي تفكيرك ديني من أوله لآخره، يعني هل تعتقد أن ممكن الطريق الديني أو الاجتهاد في العبادة ممكن ينمي هذه المواهب؟ انا اجاوبكم، انا اقول لكم نعم، فعلا الاجتهاد في العباده فعلا بينمي هذه المواهب وبيفتح العين الداخليه للعابد. لكن العابد الحقيقي لا يفكر ابدا في المسائل دي، لا هو عاوز يمشي على الميه، ولا عاوز يفتح دكان بخت، ولا عاوز يعرف سعر الدولار بكره هيبقى كام. انما هو بيعبد لوجه الله سبحانه وتعالى، ولا يفكر الا في الله سبحانه وتعالى. والعابد العارف الحقيقي لما يلاحظ هذه الظواهر بتحصل له يخفيها ولا يعلنها، واذا حصل العكس وابتدى يرتزق بيها ويقولها ويعلنها ويتباهى بيها والحاجات دي كلها، فبتكون النتيجه الابعاد والعياذ بالله. يعني ممكن ينتهي الى الطعن في دينه من اوله لاخره، لان هو يبقى في سعاده نفاق مش دينه، ويبقى نوع من استرجاع بس بوسائل إلهية، وبقى معناها انه بيستعمل اعلى المواهب لاخس الاغراض. فالشطر اول من السؤال، هل تؤدي الاجتهاد في العبادة الى تنمية هذه المواهب؟ اقول نعم ومؤكد تنميها، لكن العامل الحقيقي لا يستهدف اطلاقا هذه الاشياء، واذا استهدفها يبقى ضد الدين بالدرجة الاولى. طبعا عاوز أؤكد برضو ان بالذات المنهج الاسلامي او الطريق الاسلامي هو الصراط المستقيم الى المعارف العالية دي، وهو يمثل اقرب الطرق للوصول الى الله سبحانه وتعالى. ويعني حنكتفي بهذا القدر من الحلقة المرعبة دي، والى حلقة قادمة ان شاء الله.